قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي تواصل الإضراب عن الطعام. السلطة تعتبر توظيف النزاع بين المالكي والمتسوق تصرف غير مسؤول، ومحكمة الناحية تؤجل النطق بالحكم في قضية فسخ العقد. الأساتذة المطرودون عمدا يواصلون حملتهم ضد قرار وزارة التربية والتكوين ويتصلون بمكونات المجتمع المدني. مياه أمطار الخريف الأولى تجتاح العاصمة وتحولها إلى مدينة عائمة، وبؤس البنية التحتية المتسبب الرئيسي في الكارثة. قررت محكمة الناحية بالعاصمة تأجيل النطق بالحكم في قضية فسخ عقد الإيجار المرفوعة ضد الحزب الديمقراطي التقدمي في الوقت الذي يواصل فيه قياديي الحزب الأمين العام مي جريبي ومدير صحيفة الموقف الأستاذ أحمد نجيب الشابي إضرابا عن طعام انطلق منذ يوم الخميس 20 سبتمبر 2007 احتجاجا عن الدعوة المرفوعة أمام القضاء لإخراج الحزب من مقره المركزي بالعاصمة. وقد اتهمت السيدة مي جريبي خلال ندوة صحفية عقدتها قيادة الحزب يوم 20 سبتمبر 2007 السلطة بتعمد عرقلة نشاطات الأحزاب عن طريق الضغط عن مالك المقر من أجل رفع دعوى قضائية. وقالت السيدة مي جريبي خلال ندوة صحفية: لن نوقف الإضراب مهما كلفنا ذلك، لأننا مصرون على أن نضع حدا للقرارات الجائرة بحقنا. هذا وقد حظي الإضراب بحملات تضامن واسعة النطاق
العراق داخل تونس وخارجها، كما خاض عديد النشطاء السياسيين والنقابيين في جميع جهات البلاد إضرابا عن طعام يوم الأحد 23 سبتمبر 2007، تضامنا مع السيدة مي جريبي والأستاذ أحمد نجيب الشابي. ويشهد المقر المركزي للحزب إقبالا كبيرا من طرف المتضامنين مع المضربين، فقد ضربت أجهزة الشرطة السياسية طوقا أمنيا كبيرا حول المقر وسدت جميع المنافذ المؤدية له، كما عمدت إلى منع بعض النشطاء من الدخول على غرار الأستاذ العياش الهمامي وحمى الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي والصحفي لطفي حجي الذي تمكن من الدخول في وقت لاحق بعد مشادات عنيفة بين عناصر الأمن والمحتجين عن الحصار. في مقابل ذلك أكد مصدر رسمي تونسي لوكالة الأنباء الأجنبية أن النزاع المتعلق بمقر الصحيفة هو نزاع مدني عقاري بين مالك ومتسوق، كما عبر المصدر الرسمي أن محاولات توظيف هذا النزاع توظيفا سياسيا هي تصرفات غير مسؤولة. التجربة السياسية في تونس بينت أن السلطة دعت إلى وسائل مختلفة لحل القضايا السياسية مختلفة متنوعة إلا المنحة السياسي، تحل القضايا السياسية بطرق غير سياسية، من بينها دفع أطراف موالية للسلطة ووقع تحت ضغطها لافتعال قضايا عادية وتمحي القضاء في هذه المعارك السياسية وتردده لحلها. تعمل إلى إقحام القضاء في قضايا سياسية فإننا نرفض إقحام القضاء في قضايا سياسية ونواجه القضايا السياسية بالوضوح التام وبالأشكال السياسية. أؤكد أن المسألة صبغتها سياسية، ومن بين الدلائل على ذلك أن عندنا 16 سنة في هالمقر هذايا ننشط حزبا وصحيفة. الصحيفة هذه رخص لها سنة 84 لمجموعة سياسية لم يعترف بها إلا عام 88. وكان مقرها بعنوان الصحيفه كانت قبل الاستعمار المصري، حركه الصحيفه المصالح كانت عامله دار نشر دار التقدم، هي كانت طرق للبدء في التعدديه السياسيه، بحيث كان منذ ان تاسسنا عام 83 مقر صحيفه الموقف هو مقر صحيفه هو مقر جمع الاشتراكي التقدمي. منذ ذلك الوقت الى اليوم بعد ان اصبح الحزب الديمقراطي النشاط الصحفي هو نشاط سياسي معارض، ونشاط الحزب هو نشاط سياسي معارض. مالك المقر الحالي أخذ هذا اشترى هذا المقر ونحن فيه منذ 5 سنوات قبل أن يشتريه، ودخل وأصلح هذا الهيكل وأبقانا فيه نقوم بنشاطاتنا السياسية الحزبية والصحفية دون أن يكون له أي اعتراض على ذلك، لأن الأساس في القيام في القانون هو المصلحة، أن تتوفر المصلحة. ما هي المضرة التي نتجت إلى هذا السيد من النشاط الصحفي السياسي أو النشاط السياسي الحزبي الذي شاركتم فيه جميعا وهو نشاط سلمي لا يتجاوز مثل هذا الاجتماع؟ ليس له أي مضرة وليس له أي مصلحة. احنا مش ممكن أن نكون ألعوبة في يد الحكم. الحكم يبتز المواطنين، عايش الهمامي وشهودي والذي لازم يقول لكم كيفاش ان زوجه السيد الكبير والمكتب ما تقومش من فرش من المرض تحت ضغط السلطه والامن عليها باش يخرجوه من المقر بتاعه. الناس اللي يوجهون التنبيه ويوصفوا معنا العقود يعني يفقدوا المروءه بتاعهم يشكيلوا ويبكيلوا، فما حاله بتاع ابتزاز سياسي. لذلك احنا مهما كانت الاجتهاد اللي بتمشي فيه المحكمة، بل أن نقول لكم أن الحكم صادر من قبل ما يوجهونا الاستدعاء باش يخرج حكم بإخراجنا من هذا المقر. نقول لكم المسألة ليست قانونية مطلقة، هي قضية سياسية محضة. الحزب الديمقراطي التقدم وبقية مكونات الحركة السياسية المستقلة كيفما الفرار كيفما غيرها وكيفما حركة التجديد عندهم الحق باش يوصلوا بكامل استقلالية بشكل سلمي ومدني في هذا البلد ولا هم مالي البلاد أو قراي؟ هذا السؤال الصحيح. احنا مالي هذا أو متسوغين فيها أو عايشين تحت رحمة المالية؟ شكون أصحاب هذا البلد؟ أصحاب هذا البلد عندهم الحق في النشاط السياسي،
أم أن فيها محتكرة مستولية على الحكم منذ 50 عام وتجدد نفسها عام بعد 5 سنين بعد 5 سنين؟ سيمولاكر تاع الانتخابات هي التي تحكم في مقدراتي. هذا السؤال الحقيقي الذي احنا جاوبنا عليه بغاية الوضوح. لن نكون جزء من استعمال القضاء في ما في غير ما أعد له بأتم معنى الكلمة. القضاء هو ملل المواطنين من أجل الذود على أملاكهم وعلى حياتهم وأمنهم وحريتهم. الآن القضاء هو وسيلة لقهر المواطن. إذا القضية هذه محض القضية السياسية هي عن حق النشاط السياسي الحر والمستقل ذات وانسان وما عندناش احنا نقولوا عنا وش قالنا إلا صحابي هما يعرفونا ما الناس ينفذلوا احنا دخلنا اليوم الأخت مية امرأة ما توزنش 45 كيلو والعبد ولدها 64 سنة عملية على القلب بل مشيت عملت بناء أموري ربي يعرفها ولا المستعد وليها الصحابيين بالذي لا إله إلا هو لن نفك هذا الإضرار إلا ما يرفع علينا الضيم الذي يسلط علينا واحنا مناش معاملين عليهم وعلى رحمتهم احنا معاملين على هذه القاعدة التي تقترب بالوجوه الدائرة كل واحد منهم أكثر من الألف لأنهم يمثلون القيم ويمثلون المبادئ ويمثلون الحق كل ما نطمح إليه هو أن تقع حركة نهوض سياسي في البلاد هذه تشهد الذكرى العشرين لما سمي بالتحول بتاع 7 نوفمبر بأنه كان زي وتزييف للحياة السياسية وقهر الشعب التونسي وأن الشعب التونسي عنده أبناء لن يتخلوا في الضحية بحياتهم وأجسادهم من أجل الذود على الحقوق. هذه هي حقيقة هذه القضية وأرجو من الإخوة الصحفيين أن يجيوا للجرب بتاعها وناس احنا على كل حال على أدنى استعداد باش نكونوا جزء من هذه المتاهات القضائية السريعة اللي احنا ما ننتظرهاش للقضاء التونسي. من طبقة على الاستبدال أنه سبب القرار في مخ الإخلال وبالتالي أنت ما تجد تقرأ في النوايا وهذا يعني يوصل لذلك الاحتمالات واحدة والله يكون صراحة لنعرف بل لأنه صدرنا في الموقف الإشهار في وعد مني مثلا لأنه العددين فيهم إشهار لما تصدر وعد مني وأنتم تعرفوا أهمية ودقة هذه الفضيحة اللي هي تدل على مدى الفساد اللي استشرع في البلاد مدرسة حرة تخدم يوقفوها ويسرقوا كلاب نتاعها اللي في مدرسة أخرى لها علاقة بالسلطة معروفة ولا فائدة كلام عليها ومدارس ابتدائية يعيطوا للأولياء يقولوا لهم يستاهلوا باش يبدلوا البلاط نتاع المدارس وفي نفس الوقت المجارات تمشي للمدارس الخاصة نتاع الناس اللي ينتميوا إلى الدوائر الحاكمة. فقلنا بالك القضية وحساسيتها واللي احنا داخلينها بكثير من الحذر وما نحبوش ندخلوا في منطقة العين لأن هم داخلوا معنا في منطقة العين. قلنا بالك هذا واحد من الأسباب وبالك بعض التصريحات الصحفية بدات عليا الجرائد الشرقية حطت العناوين اللي حبت عليها وبالطريقة بالنسبة لوحدة في الجزائر خرجت له عناوين ملتزمين أنا ما تعبرش على طريقي ولا على الواقع في اللغة الجزائرية والسعودية. فما تبقى تربح في نفسك فماش عندكش خمال عندكش حاجه تقول لي معنا حزب معنا حزب شرعي مدني سلمي اهلي اكاد اكون اليف ما اقل من هكا اقل من نشاط نحن ديمقراطي كان شوالي بكل صراحه كي اخرى ولا ما نحب انا نحب اليف اولا الاتحاد انا لسنا وحيدين مستهدفين في المجتمع التونسي في حقيقه في نشاط العام بمعنى العام العمومي مستهدف وايضا مكونات المجتمع المدني مستهدف كل صوت حر كل صوت مغاير مستهدف. لكن نحن نعرف في هذه القضية كما في كل القضايا السياسية الحكم صادر والباقي كلها تعليمات احنا تعليمات ما نتلقاوهاش وما نفذوهاش وما نتعاطاوش معاها احنا عندنا وسائلنا الشرعية والسرية نستوي فيها كاملة ونؤمن بالتراكم وعندنا ثقة مطلقة في مجتمعنا وفي شعبنا. وانا شخصيا صايم وانا مش نقطع الصيامي ويوصل في الاضراب في اللحظة هذه. Thank you.
اهلينا بها اعتقد. الحزب الديمقراطي التقدمي السلطة بمصادرة العدد 419 من صحيفة الموقف، فقد جاء في البيان الذي وقعه رئيس تحرير الجريدة الصحفي رشيد خشانة أن هذا الإجراء تم من دون اتخاذ قرار قضائي أو إداري رسمي في هذا الشأن. وذكر البيان أن أعوانا تابعين للسلطة طافوا على عديد الأكشاك والمكتبات في العاصمة وفي المناطق الداخلية، وقاموا بتحذير أصحابها من بيع العدد المذكور أو حتى عرضه مع الصحف الأخرى. ورجح رشيد خشانة رئيس تحرير الجريدة أن يكون نشر خبر دخول الأمين العام للحزب والأستاذ أحمد نجيب الشابي في إضراب عن طعام هو السبب المباشر في مصادرة العدد قبل الأخير من صحيفة الموقف. يواصل أساتذة التعليم الثانوي الذين رفضت وزارة التربية والتكوين في تونس تجديد انتدابهم حملتهم الإعلامية التي شككت في نزاهة الإجراء الذي اتخذته الوزارة، حيث يعتبر الأساتذة الذين وقع انتدابهم بصفة أستاذ متعاون من صنف آ عدم تجديد انتدابهم هو إجراء سياسي انتقامي جاء على خلفية نشاطهم النقبي والسياسي السابق في الجامعة. وقد اتصل الأساتذة لعديد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأطلعوهم على التقارير البيداغوجية والتربوية التي قدمها في شأنهم المتفقدون والتي كانت في غالبيتها إيجابية تسمح بإعادة انتدابهم على حد تعبيرهم. والله من الأشياء المبكية صدق نقول مبكية لأنه أم برنسيب أنا كنت نتصور الطريقة اللي دخلت بها للعمل باش تكون يعني أكبر ضمان. أنا دخلت في نطاق برنامج رئاسي تشغيل أبناء العائلات المعوزة من أصحاب الشاي العليا، يعني برشا في تونس صفة من الحد ودخلوا يخدموا قروا سنوات كيفي أنا عمري 33 سنة، يعني قضيت في 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 الدراسة 20 سنة. دخلت في نطاق الآلية هذه حكم أنا عائلتي عندي الوالد تاعي عمره 80 سنة ما عنده حتى لحد الآن يعني يخدم كعامل حظيرة، لحد الآن يخدم اليوم مسجل بمعتديهم العرايس كعامل حظيرة. أنا الكبير عندي إخواتي أكبر مني لكن ما همش يعني متوظفين. كنت نتصور كدخلت في ميدان العمل من خلال عملية تنسيق بين سيد عمدة وسيد معتمد من العرايس من ولاية قفصة وسيد ولي قفصة، وبالفعل في, 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 في اللحظة هذه باش نشكره لأنه هو تبنى قضيتي بالأساس، والسيد عضو مجلس النواب سيد علي بطاهر مبروكي، هالأطراف هذوما والجهوية كل تبنوا قضيتي لأنهم على صلة ويعرفوا وضعيتي الاجتماعية المزرية، لين وصلوني في نطاق هالمجموعة هذه لصحف الحظ في نطاق أصحاب الشاي من أبناء العائلات المعوزة اللي هو المشروع رئاسي، وخرج اسمي ودخلت نخدم كأستاذ معاون صنف آ. غمرت مياه الأمطار التي تساقطت مساء 22 سبتمبر 2007 أجزاء كبيرة من العاصمة التونسية، حيث اجتاحت المياه الشوارع العامة وبعض المساكن والمحلات، وارتفع منسوب المياه ليغمر الطرقات والأرصفة وخاصة أنفاق النقل على غرار نفق باب سويقة وسط العاصمة. وقد خلفت هذه الفيضانات حالة من الشلل العام في وسائل النقل العمومي والخاص، حيث اضطر عدد من المواطنين إلى العودة إلى منازلهم سيرا عن الأقدام وهم يعبرون الشوارع التي تحولت إلى أنهار بفعل انسداد قنوات الصرف الصحي وضيق الطرقات والأرصفة. كما لوحظت بعض البلوعات وهي ترفض المياه الآسنة والأوحال مما ساهم في انتشار الروائح الكريهة. ومن الملفت أن هذه الظاهرة تتكرر كل سنة في مستهل فصل الخريف، حيث تتحول العاصمة إلى مدينة عائمة بمجرد هطول أمطار الخريف الأولى.
هذا الأسبوع اخترناها لكم من حادثة إيقاف شرطة المرور لابن أحد العائلات المتنفذة في ساحة الجمهورية وسط العاصمة عندما كان يقود سيارة فخمة لا تحمل لوحة الرقم المنجمي. وقد تحدث سيد عبد الكريم بن عياد صاحب السيارة الفارهة أعوان شرطة المرور ووجه لهم سيلا من شتائم رغم حضور إطارات أمنية سامية. إلى اللقاء. سهل مريح يخدع لكن بيدر والكلمة دين من غير ايدين بس الوفاء عالحر.
نسم زينب بجوحيف نقرأ الجمال يوم دي فاق بلاتر منوبة فجيت في طالب في السكن عندي بلاس بجمع نمشي ونجي ما فهم حتى شيء ديمون راقد غادي يزفين ويجيبون بأول هار مشيت ولا كمان مشيت دوبان بلاس بجمع نمشي ونجي يا جمع المدير قابلتهم ما قابلنيش محبش قابل حتى حد انت ما صارتش شو ما نبعثوا أطراف هي تحكي معهم شو نتيجة المفاوضات؟ المفاوضات بعد فشل معناتها تو ما عندك حتى وين ما عندي وين تصحى منين ما تصحى؟ من الجنوب وتو جيت عندك قداش؟ عندي برسك جمعة وين تبيت؟ كل مرة عند في الباص برسك جمعة في الباص كل مرة وش تكلم في الباص؟ يعني طالب لأنه هناك نتيجة قالك بالنسبه للناس كنت ما عادش نجم نسكن وراهو اللي باش يجيني كيف راني مستعد نمشي نطلب له الحل احنا زملاء طلاب صحبه رفاقنا انت حال طلبه قاعدين باش نعتصموا حد نقعد حتى في الليل لهنا ونقعد وعطي سهر مفتوح وباش يزيدوا زملاء طلاب من اجزاء جمعيه اخرى بيزيدوا يجوا يعتصموا معنا لين يكون حل شكرا في تحرك احتجاجي يتمثل في اعتصام بإدارة المبيت احتجاج من أجل حق زميلاتنا في السكن وهو احتجاج أساسا على تعامل الإدارة إدارة المبيت معنا وهو تعامل معنا بوليسي لأن الإدارة في عوض عوضا أنها تحل المشاكل معناها متاع الزميلات تستدعين فرقة من البوليس السياسي تطوقنا أمام إدارة المبيت ثم تغلق أمامنا أبواب الإدارة وتخير أنها تعالج المشاكل متاع الطلبة معالجة أمنية طالب دوم تسكن قد عندكم مطلب حسب تقرير إلى حد الآن برشا زميلات ثم تقريبا 200 زميلة اتصلت بينا وقدمت المطلب نتاعها وظروفها متردية لأنه ظروف أغلب الطلبة اليوم على ظروفهم الاجتماعية متردية ياسر لأنه انعدام حق السكن وغلاء المعيشة والأسعار يعني الأعمال تزداد يوميا وتكاليف التنقل وتكاليف الترسيم اللي كذلك تزداد من سنة إلى أخرى هذا الكل معناها يزيد يعرقل ويزيد يحد من الظروف الملائمة اللي من المفروض تتوفر للطلبة حتى يتمكنوا من النجاح ومن مزاول دراستهم Thank you.
تشتريها ملونة، فإذا كتبت نز منها عرق. سعداء بأشياء أفكارنا في المجازر ليئة دمها يتسيب فوق الرصيف. وثمة لافتة، انتبه أيها النعل أو تنزلق. سعداء بأن لنا شفة واحدة وبقايا لسان نزق. سعداء بحكامنا يرجعون الكلام إلى الحلق كي نختلط. سعداء بذل الغرار، سعداء بذل الغرار المحوم فوق الشفق. سعداء يسعدنا أن جردا صغيرا يرافقنا في سواد النفق. سعداء بجيش يحاربنا وحدنا منذ 50 عاما إلى الآن. سعداء برائحة السوق، حوت دجاج كوارع بيض مخارق حمص زبيب حبق. سعداء بهذا الذي بين أضلعنا لا يزال برغم الرزايا يدق. سعداء بأن لنا موعدا قرب شامتها بعد وصف العمق. سعداء بلا سبب هكذا بعد منتصف العمر والصبر والشعر والنثر من حق شمعتنا أن تذوب وأن تحترق. شكرا. مطالبة شيء، مطالبة حتى شيء. نحب كان جثة متاع راجلي تخرج، اذكها منيش طالبة حتى شيء. لمساندتي عائلتي ضحايا مركب الوصلاتية، للتضامن معهم يمكن الاتصال على البريد الإلكتروني أو الأرقام الهاتفية الظاهرة على الشاشة. ثم برشا 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 مرشحين باش يدخلوا المكان هذيك. انا كي جيتهم في توزر يعني لكاني انسان نازل من السماء يعني غير مرغوب به. المساله كي بشرت عمل نتاعي بتمغزى ما حتى مغزى مليت توزر، مريت بمرحلتين. المرحله الاولى ما يقارب شهرين بالفعل الناس كل خايفه مني ومتحفظه. بمواد أخرى، تحارب في أسلحة أخرى، تحارب فكرية.
وتحارب يعني فكره اللي هو موجود في وسائل الاعلام الغربيه 20 سنه احنا في البوست كولتور نهار والعفيف هي بعد مرات على المختار كان في فيلم حول اشواء وقلت الاشواء يا مستر محمل وين محمل تحفيز فيلم ف وانتي ريفيسيون الى فالو الجديد en plein milieu de l'émission, que c'est un marketing de la mémoire qu'on est en train de faire. Ben, ok, quand la joie a existé, passons à l'essentiel. Et il m'a aujourd'hui, passons à l'essentiel. Eh bien, madame, il est de Sahabi, il est de l'Ustra Menoyer, Réaoui, on est de l'Ustra Menoyer, on est de l'Ustra Menoyer, on est de l'Ustra Menoyer, crache, il est de l'Ustra Menoyer, on est de l'Ustra Menoyer, on est de l'Ustra Menoyer, on est de نص ساعتين بعد تكلم من بعد ومرجع كما كان عملية المحاورة وليست المفاوضة يعني قائمة النقود قائمة على مستندات النقود اللي هي مستندات اللي تتخذ بها المفاوضة أنه الحصول على استقلال على يعني تحقيق الاحتلال ولكن استقلال يعني أرض فلسطين ثانيا حق العودة حق العودة ثالثا أنه إرساء دولة فلسطينية والسيادة على القدس هذا يعني إذا كان الإنسان واثق من هذا كله إن شاء الله يمشي في قلب الشيطان ها ما يقعدش ونتكلم عن تجربتي أنا شخصيا قلت لكم نتكلم عن تجربتي مشيت سموها فلسطين إسرائيل إلى 92 لكن أولا سعى بدعوة من حنان عشراوي وفاسر الفسيح يعني دعي عدة مرات من طرف جميع الأبيب وجميع الجامعة الأمريكية استقبل أبو الدرويش قال المرة هذه كانت دعية من طرف أطراف فلسطينية قلت أنا مش نمشي قال لي ما تمشيش قلت تم تم كما يقول بالفرنساوي أنا سيتي فلسطينية موجودين في الدول كانت أنا مش نمشي وقت الإنسان يعني وأقول زاد كذلك التجربة الذاتية يمشي يدخل قلب مكان مكان يتصور يعني يقول يعني داخل قلب الهجوم من الشعب وشعبه سنه 92 بالذات يعني يكون هذا الشيء ما تعملش لكن تشوف الفلسطينيين داخل اللي هم امراه عزوز اصبع قد حضرت السمان قد يجي يشوفنا ربع ساعه من الاسرائيليين معقبيننا وانتم العرب معقبيننا يجوا ربع ساعه وقت على راسي لأن الحالات مزرية 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 وأنا مشيت كصحفي مشيت سائح أنا بشوف بقال ولا مشيت سائح بشوف ربيع ولا مشيت يعني في عملية أخرى لا أنا مشيت كصحفي لإذاعة معينة وعملت تحقيقات ونشرت وذيعت التحقيقات في الإذاعة الفرنسية حول العودة حول يعني افتتاح مال السيسم بير زيد يتوقف على أي أساس الإنسان يقوم بعملية الحوار، هل يقوم بكتاب الحوار الكبار باش يتعدى هو في الحرة ولا باش يتعدى في الفن؟ لا. يعني إذا كان هو عنده واثق من آرائه وأن يمكن يتكلم إن شاء الله حتى مع الشيطان، أنا نتكلم معاه. نتكلم معاه وليس هذا تطبيعاً. ما عادش يمكن نجاوب بعد على أشياء اللي هي يعني قد تكون استفزازية أو ترابية استفزازية، لا. أنا مقتنع بما قمت به ومقتنع ونكمل غدوة وبعد غدوة ويتوقف يتوقف لن نتحاور مع أي جهة رسمية أما بيجي أو مثال جاء عمص خاص قالوا لي تعمل حديث معك قلت مين نعم قالوا لي روح معاه ملحق ثقافي لسفارة إسرائيل قلت له لا يخبر وأنا عندي إنه بيكاس وندا بازاو في خدمتي اللي تسمح لي بنقول ما نعملش طبعا انا تبعت الحمله اللي كانوا يتحدثوا عليها قبلي من محيط الاخوه وهي حمله دارت في سواء كان صحف مكتوبه مجلات او ايضا في الاعلام الالكتروني وفوجئت بما كتبه البعض ولم أكن أظن أن في بلدي ناس يدعون إلى الاعتراف بإسرائيل وينادون إلى الحوار
عنق ثقافتنا يقول لنا إذا لم يتم الاعتذار عليك فلا مجال أن تعادي غيرك، أما إذا اعتدي عليك وتعرضت لظلم، وأظن أن أشد الظلم هو اغتصاب الأوطان واحتلال الأرض، وأظن أن ما حدث في فلسطين هو اغتصاب لهذا البلد العربي واحتلال الأرض، وهو ظلم فادح. فكيف يطالبنا البعض بأن نتسامح مع هذا العدو ونتصالح معه وهو يحتل أرضنا ولم يتوقف عن قتل العرب والفلسطينيين منذ 60 سنة، بل حتى أكثر من 60 سنة، لم يتوقف القتل يوما واحدا منذ بداية القرن العشرين. فكيف أمد يدي لأصافح جلادي بدعوة التسامح والسلام؟ ما فيش حل آخر، يا إما ينتصر علينا وننهزم ونعلن الاستسلام الذي له مقدمات تبدأ بالحوار، ومن الحوار نعمله تطبيع ونصالحه ونعمل علاقات طبيعية مع جيراننا الإسرائيليين، في مقال السيد الخياطي في مقالته اللي كتبها يقول مش تطبيع، أما إيجاد علاقة طبيعية مع جارة. قلت لم تكن موجودة. لم تكن موجودة. وباش يعمل الحوار؟ وباش يعمل الحوار في الخياطي؟ باش يوجد. ما تجبدش نفسك. إنهم يساوموننا على أرضنا. هذاك هو السلام. هي مساومة على الأرض. نجي نفك لك أرضك بالقوة وبعد نساومك على أرضك. هذا هو السلام الصهيوني الأمريكي. ما هوش السلام اللي يكافحوا من أجل العرب السابقين والوطنيين العرب، واللي هو استرجاع الأرض المسلوبة، استرجاع الحقوق المسلوبة. السلام الأمريكاني الصهيوني هو مساومة على حقوقنا، مساومة على الأرض. وفيها لمن تلمون
يموت نموت ويحيا الوطن. إذا الشعب يوما خراج الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للظلم أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا هلموا لمجد الزمن. نموت نموت ويحيا الوطن.